للحديث عن حادث انهيار مزار القطار بكربلاء وتواصل عمليات الإنقاذ في وقت تنصل فيه ديوان الوقف الشيعي عن مسؤوليته من المزار، معنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد علي. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بك. ما هي برأيك الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة التي وقعت في كربلاء؟ ألا يفترض في مثل هذه الأماكن أن تكون مؤمنة على كافة المستويات؟ مرحبا بكم وبجميع المشاهدين الكرام. حقيقة ليست هذه الحادثة وحيدة وبمعزل عما يجري من مآسي في العراق في ظل هذه الحكومات التي جاءت عقب الاحتلال، فهذه الحكومات ليس لها هم إلا ما تحصده من أموال، وإن كان على حساب دماء ومصالح الناس، فهذه جزء من المتاجرة بالدم العراقي الذي بات رخيصا عند هذه الأحزاب وهذه الميليشيات التي تحمي هذه الأحزاب وكلها تنضوي تحت مظلة هذه العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي. هذا المزار أو غيره من المشاريع، حتى المشاريع الكبرى والمشاريع البنية التحتية وغيرها، كلها مهملة وتجري بنسق كيف يقوم المسؤولون عن هذه المشاريع، كيف يجنون الربح ولا يراعى فيها لا سلامة ولا صيانة ولا مع وجود الربح. دكتور، مع وجود المردودات ومع وجود الأرباح، ماذا يعني أن يتنصل ديوان الوقف الشيعي من المسؤولية عن المزار بهذه السرعة؟ يعني كيف لموقع يفترض أنه ديني أن يبنى بدون علم السلطات؟ يعني هو الكل طبعا لا يوجد هنالك حساب، سواء تنصل الوقف أو لم يتنصل هو لن يحاسبهم أحد، لكن هو من باب نوع من ذر الرمادي في العيون كما يقال، وتنصل ليس في محله، فمثل هذا الأمر هو المسؤولية مباشرة هو الوقف، سواء كان الوقف السني أو الوقف الشرعي بحسب التابعيات بعد أن فصل في ظل هذه العملية. ولذلك هذا التنصل هو ليس مضررا وليس مقبولا، ولكنه نوع من التهرب من المسؤولية، وسواء صدقوا في هذا التنصل أو لا فكلا الأمرين مدانين فيه. فكيف السؤال، كيف يبنى مثل هذه الأمور في ظل غياب معرفة أو علم هذه الدائرة، دائرة الأوقاف؟ فمعنى ذلك هل هذا يعني أن هناك فوضى في ديوان الوقف الشيعي؟ الفوضى في كل شيء تدعون البلاد، سواء كانت إدارية أو في نواحي أخرى، وهذا جزء وملمح من ملامح هذه الفوضى. فكما قلنا قبل قليل، الكل يعني يحاول أنه كيف يكسب المال وكيف يجني هذه الأرباح على حساب دمائي وحياة الناس الأبرياء. ماذا عن جهود الإنقاذ دكتور؟ ما المبرر لهذا التباطؤ؟ يعني هو البلد في كما قلنا قبل قليل في فوضى عارمة، وفي ظل فقدان خدمات ومقومات أساسية للحياة الأساسية، فكيف يستطيع مثل هذه الأجهزة اليوم العاجزة والتي ينخرها الفساد أن يقدم شيئا للبلاد؟ نحن نعلم أن الأجهزة أو المؤسسات الصحية عموما هي من أردأ الخدمات التي تقدمها للشعب العراقي في ظل هذه العملية، لأن الغاية كما قلنا أن صاحب المنصب وماذا يجني من وراء الصفقات والمقاولات، أما ما يحقق للناس من خدمة وما يجب القيام به فللأسف الكل بعيدين كل البعد عن القيام بواجبه. مع الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العالي، شكرا جزيلا لك.